للحديث أكثر عن استمرار استهداف الناشطين والمتظاهرين السلميين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط عباس السلطاني. مرحبا بك سيد عباس. حكم يعني أو حكم القضاء على المتظاهر الشاب بشير عباس في محافظة البصرة بعشرة أعوام يعني سجن بتهمة حرق أملاك الدولة، في حين يحكم على ضابط حكومي بالسجن 6 سنوات فقط بعد ثبوت قتله متظاهر سلمي. يعني أليس ذلك فيه تناقض كبير في إصدار الأحكام ضد المتهمين من قبل القضاء؟ السلام عليكم. عليكم تحياتي قناة رافدين البطلة. حياك الله. سادي العزيز، بالنسبة للحكومة، الحكومة عندها تناقضات كثيرة. نعم. يعني تناقضات كثيرة بأعمالها. واحد من التناقضات اللي ذكرتها جنابك إنه الناشط البطل الأخ بشير يعني طلع يداعي بحقه، يطالب بحقه. أنا ما شايف إنسان يطلع يطالب بحقه يحكم عليه ب10 سنوات، ومع أنه ضابط آخر يقتل بشر. يعني الناشط اللي ذكرناه ما قتل بشر، شال علم عراقي وبطل مي بإيده وطالع يظاهر يداعي بحقه، بالمقابل ضابط يشهر سلاحه ويقتل بشر. زين لحظة واحدة. نعم. فبالمقابل يطلع رجل عسكري يشهر سلاحه ويقتل بشر، تعرف شنو معنى قتل بشر؟ فهذا التناقض الكبير. يعني أنا بس أحب أقول للقضاء العراقي، أين أنت يا قضاء؟ أين أنت يا قضاء؟ يعني ليش هالسكوت هذا وليش يعني هل تمارس الجهات السياسية؟ والله يعني من خلال كلامكم هناك جهات سياسية وحزبية تضغط على القضاء لإصدار مثل هكذا أحكام؟ أكيد أستاذ العزيز، أكيد، وراح أعطيك إياها بالدليل. إنه بالناصرية من صارت الكارثة، من صارت الكارثة برعاية العميد الشمري، جميل الشمري. نعم. يعني جميل الشمري سوى كارثه بالناصريه. زين طيب وين القضاء عن جميل الشمري؟ هذا واحد من الاف الدعاوى. يعني بحكي لك كدليل واحد اعطيك انه وين القضاء عن جميل الشمري بالوقت اللي هربوه. نعم. الجهات المسؤوله اللي دعمتها وهي الاحزاب نفسها، الاحزاب السياسيه اللي حاليا هي المتوليه الحكم، هربوا جميل الشمري. مع انه المفروض جميل الشمري هسه حاليا وراء القضبان، ومو بس وراء القضبان وانما يجب ان يعدم، لانه ما قتل واحد واثنين، قتل العشرات من الناشطين ومن المتظاهرين. زين فاحنا من خلال منبركم الكريم اذا يسمعني القضاء انه خلي يكون عادل بحكمه، وخلي يتخلى عن الضغوطات. طيب. السياسيه الحزبيه، وخلي يحكم بالعدل. رجل طلع متظاهر، طلع يداعي بحقه وشايل علم وبطل مي لا اكثر، ليش الحكم الظالم هذا؟ فالنادي. طيب. بالافراج عن هذا الناشط البطل. طيب سيد عباس، منبركم الكريم، رغم هذه المنادات. نعم. الكثيره والدعاوى الكثيره، هل تعتقدون كمتظاهرين يعني انتم ان يفي رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي بوعوده؟ هناك وعود اطلقها يعني بشان اطلاق سراح المتظاهرين الذين ما زالوا محتجزين في السجون على ذمه التحقيق. استاذ العزيز، بالنسبه للكاظمي، الكاظمي سبق وان قلت لكم رجل اعلامي، رجل يطلع يقول انا سوف اعمل، سوف اطلق، سوف افعل، سوف، هاي السوفة ملينا منها. يعني هو وعدنا بأخذ حق المتظاهرين، وعدنا بأظهار قتلة المتظاهرين مثل ما وعد الباقين اللي نزل لهم الساحات التظاهر. إذا تذكر مجموعة من المتظاهرين نزل لهم الساحة وقال لهم أنا راح أعينكم، ارجعوا لبيوتكم وأنا أعينكم، ولحد الآن ولا واحد متعين منهم. زين أيضا قال أنا راح أطلع قتلة المتظاهرين، ماكو ولا قاتل لحد الان، مجرد وعود لا اكثر. يعني شفنا قاسم مصلح، يعني من اعتقل قاسم مصلح شفنا الاحزاب سوت، وشفنا اللي قاموا به. يعني تقول مو حكومه ومو الكاظمي هو اللي يحكم، وانما الاحزاب هي اللي تحكم. فالكاظمي استاذ العزيز لا يفي باي وعد من وعوده. اليوم في الناصريه قوات مكافحه الشغب قمعت الخريجين المعتصمين لانهم طالبوا بتوفير فرص للعمل. يعني هناك إصرار من السلطات على خيار القوة لمواجهة شباب سلميين يعني لم يطالبوا إلا بحقوقهم، هل لهذه الدرجة صعبة يعني توفير هذه الحقوق؟ يطالبون بفرص عمل.
طيب أستاذ العزيز، أنا راح أذكرك بكلام الكاظمي من بعد يوم 25/5، يوم 25 بالليل صرح الكاظمي قال إحنا شددنا على عدم ضرب المتظاهرين. نعم. يعني صرح رئيس الوزراء يا إسلام، يعني رئيس وزراء حكومة يكذب مع الأسف والله، صرح قال إحنا شددنا بعدم ضرب المتظاهرين. طيب وينك بالناصرية هذا العمل اللي صار؟ وينك عن هذا العمل الإجرامي؟ فيا أخي مو بيد الرجل، رجل إعلامي ما يقدر يوقف كل نشاط الأحزاب، كل نشاط الأحزاب ما يقدر يوقف الكاظمي، مجرد يطلع قدام الإعلام وأني راح أوقف وأني أستنكر وأني، فهذا كله كلام إعلامي، رجل إعلامي. فإحنا نطالب، يا ريت نطالب، يعني أنا باسمي وباسم كل المتظاهرين والناشطين أطالب بإقالة الكاظمي. شكرا. أطالب بإقالة، ولو إحنا أكيد إحنا ما كافين، يعني بالنسبة لحراك تشرين. نعم. مو بس الكاظمي إحنا النادي إسقاطه، وإنما إسقاط العملية السياسية برمته، كل الأحزاب السياسية، لأن كلهم مشتركين بجرائم. وصدقني من خلال منبركم حتى رجل الدين، حتى رجل الدين ساكت عن هذا الظلم وساكت عن هذا القمع والقتل، صدقني هو مشترك حال الأحزاب السياسية مهما كان رجل دين. نعم. من أكبرهم إلى أصغرهم، اللي ساكت عن هذا الظلم واللي ساكت عن هذا القمع فهو مشترك، وحتى الشعب، حتى الشعب اللي ساكت عن ظلم الحكومة والأحزاب أيضا هم مشتركين. نعم. والكاظم والأحزاب. شكرا لكم سيد عباس السلطاني الناشط، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف.